أما بريانكا شوبرا فرحيل والدها بعد صراع مع المرض خلاها تعيش صدمة وحزن كبير، وما تمكنت بريانكا أنها تحبس دموعها خلال المراسيم الأخيرة لوالدها واللي حضرها أغلب نجوم بوليوود ليقدموا لبريانكا واجب العزاء. خلال حضور سلمان خان تظاهرة خاصة بالأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، دموع سلمان غلبته ومشاعر الحزن والتأثر بانت عليه وهو وسط الأطفال. أما سانجاي دات